الامتاع من قدم لنا الف هدم محمد بن سلطان بن سعيد المايكي تهانينا والفي مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم وحييكم بأجمل وأطيب تحية، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وحييكم في درة ميادين الخليج ميدان الشحانية، وفي هذا المهرجان مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه. إذن انطلق الشوط العاشر المخصص لسن اللقاية ولفئة القعدان، حيث تلتقي شعارات وأبناء القبائل، مواجهة تجمع الأقطاب، تجمع أقطاب هذه الرياضة بحثا عن الانتصار، بحثا عن السيارة جمسيرة بيكب. المسافة لوهي 5 كيلومترات، أعداد كبيرة جدا وأسماء اجتمعت في هذا الشوط. أبدأ بداية مع من يحتل المركز الأول لأتابع هنالك ثاير فهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيد، أحد الأسماء العملاقة لكن يتدخل في هذه اللحظات ويتسلل زيدان حمدان بن حمد الرميثي ينطلق إلى المركز الأول. وتابع التدخل يا أخوان من الحضور والوصول في هذه اللحظات، مخلاب بن قمرة محمد بن صالح القمرة يدفع لنا بمخلاب في هذه اللحظات، أيضا الانطلاق من السريح خليفة بن أحمد المشيخي ينطلق في هذه اللحظات إلى المركز الأول بهذا الانطلاق بهذا الوصول الكبير. يا سلام المركز الخامس الانطلاق من قبل عديم محمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي، هكذا ذعنا على حضراتكم هذه الأعداد المنطلقة وهذه الأسماء الكبيرة المندفعة الطامعة بالسيارة في هذا الشوط. نندفع هناك مع من يندفع مع المركز الأول من يحتل الصدارة، السريع خليفة بن حميد بن محمد المشيخ ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الأول، بينما أتابع واجد الانطلاق من شعار بن قمرة يدفع لنا بمخلاب محمد بن صالح القمرة، يأتي بمخلاب ايضا التواجد من قبل المركز الثالث. وتابع هنالك التحرك من قبل زيدان حمدان بن حمد الرميثي، وايضا الوصول في هذه اللحظات من عديم، حضر عديم وانطلق بهذا الاداء العديم محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي يدفع لنا بعديم الى المركز الرابع المركز الخامس. وتابع هنالك التقدم والوصول في هذه اللحظات من قبل لهب خالد بن سعيد بن حربي العامري، هكذا هو ندانا الثاني لهذا الشوط الخطير لهذا الشوط المثير. أثار الشوط هذه الأسماء العملاقة والرنانة. وتابع التسلل من المركز الرابع إلى المركز الأول، يصل هنالك في هذه اللحظات عديم محمد بن سعيد بن حلوة بن حلوة بن حلوة الاكتبي، يكون هناك مع الصدارة لتحلو المنافسة معك يا بن حلوة، يدفع لنا بعديم بهذا الأداء العديم وبهذا الشكل العديم، يندفع لنا بعديم مع المركز الأول. وأشوف هناك في هذه اللحظات الانطلاق من قبل هنالك السريع خليفة بن أحمد المشيخي هنا مع المركز الثاني المركز الثالث الاندفاع في هذه اللحظات من قبل زيدان حمدان بن حمد الرميثي، يصل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني المركز الثالث المركز الرابع. هنالك مخلاب بن قمرة بن قمرة يدفع لنا بمخلاب مع المركز الرابع بينما المركز الخامس. وتابع هنالك الانطلاق من لهب خالد بن سعيد بن حربي العامري، هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى وما قبل الخمس، ياه من أسماء قادمة بكل قوة. وتابع التحرك في هذه اللحظات من قبل اللي وصل واللي حضر جلمود
محمد بن سعيد بالكيلة العامري، ولكن العودة لك يا بن حلوة، السيارة تنتظر يا بن حلوة في هذا المهرجان الكبير. بينما أتابع التحرك في هذه اللحظات من قبل زيدان حمدان بن حمد رميث، هي يصل في هذه اللحظات بن قمرة يتحرك فيتحرك الإبداع، بن قمرة يتحرك فيتحرك التشويق، بن قمرة يتسلل إلى المركز الأول. أبناء الشحانية وأبناء الإمارات في معركة، في معركة كبرى يا قوي المعركة يا أخوان. بن قمرة يتحرك مع المركز الأول في هذه اللحظات ليقدم لنا مخلاب محمد بن صالح القمرة، 800 متر الأخيرة، أمتار القوة، الأمتار المثيرة. مخلاب يتحرك مع المركز الأول، وتابع زيدان الرميثي ينطلق، يصل 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 يصل، يلا 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 يلا، أمتار غليلة تفصلنا عن السيارة. بن قمرة الرميثي، بن قمرة زيدان، مخلاب، اللحظات الأخيرة. تحرك بن قمرة، تحرك وطار بن قمرة. ما زالت المحاولات من الرميثي حتى هذه اللحظات. إلى وين السيارة؟ الجمسيرة بيكاب تنتظر عند خط النهاية يا بن قمرة. سلام لك يا بن قمرة على هذه التحركات الكبيرة، على هذه الانطلاقة المتميزة. سلام لك يا بن قمرة، سلام، أسعد الله صباحك على هذا الفوز. وما زالت الأمتار، الأمتار الصعبة، لكن بن قمرة، بن قمرة، بن قمرة، بن قمرة يقدم لنا هنالك مخلاب محمد بن صالح بن حمد القمرة. أسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. السيارة مع مخلاب بن قمرة يحقق هذا الفوز وهذا الانتصار. أتى على المركز الثاني زيدان حمدان بن حمد الرميثي، المركز الثالث، المركز الثالث مساح علي بن مشرف بن علي العجمي، المركز الرابع وصل في هذه اللحظات هنالك لاب خالد بن سعيد بن حربي العامري، المركز الخامس وصل على خامس المراكز راهي سليمان بن محمد بن حميد الجحافي. هكذا مشاهدين الكرام شاهدنا وإياكم هذا الشوط، فحضر هنالك مخلاب محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت. شكرا لك يا بن قمرة على هذا الحضور المشرف. التوقيت الزمني 7:28.66 بينما من حضر على المركز الثاني أتى هنالك زيدان حمدان بن حمد أرميث. التوقيت الزمني 7:29.76 بينما من حضر على ثالث المراكز وصل هنالك مساح علي بن مشرف بن علي العجمي. التوقيت الزمني 7:34.42 تانين على هذا الفوز وهذا الانتصار.